أهلا بكم. عنا اليوم سؤال واحد بيتعلق بالبطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي، وأنا بالحقيقة كتير بنسأل عن هالموضوع، لكن كنت أجل الحديث عنه لنهاية نوفمبر بسبب أنه كان مقرر يصير عليها بعض التعديلات بغاية تسهيل الحصول عليها اعتبارا من 18 من نوفمبر، وهالشيء اللي حصل بالفعل. إذا تطور مهم بعد 18 نوفمبر، وتطور أهم اعتبارا من مارس 2024، راح يتيح لفئة محظوظة الحصول على إقامة عمل بدون شهادة جامعية أو شهادة تأهيل مهني وبدون شرط اللغة. فشو هي البطاقة الزرقاء؟ ومين في يستفيد منها؟ ومين هي الفئة المحظوظة يلي ما بتحتاج أي شروط لدخول ألمانيا؟ راح أخبركم فورا بعد ما نقرأ السؤال. سؤال: لو سمحت، شو هي البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي، وهل هي مرتبطة مع قانون فيزا العمل الجديد أم لا؟ البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي هي إقامة عمل بتسمح لأصحاب الكفاءات بالعمل ضمن دول الاتحاد الأوروبي بشروط موحدة، وبتشمل كل دول الاتحاد الأوروبي حتى اللي خارج منطقة شنغن مثل رومانيا وقبرص، لكن طبعا ما بتشمل كل من الدنمارك وسويسرا وإيرلندا، وأكيد ما بتشمل المملكة المتحدة. البطاقة الأوروبية الزرقاء هي تقريبا أسرع وسيلة للحصول على الإقامة الدائمة يلي فيك تحصل عليها بأقل من 3 سنوات. نشأت الفكرة بالعام 2007، ورغم أنها أساسا كانت بتهدف لجلب العمالة المتخصصة للاتحاد الأوروبي، إلا أنه بالبداية كانت شبه، يعني فيكم تقولوا شبه مخصصة للمهن الطبية، وبدأ تنفيذها بشكل متواتر في كل دول الاتحاد الأوروبي. بألمانيا تم البدء بتنفيذها بالعام 2012 مع إضافة التاتش الألماني، يعني شرط اللغة والاختصاصات المطلوبة بألمانيا مثل الهندسة بأنواعها بما فيها طبعا الهندسة المعلوماتية، وأيضا المهن الطبية بطبيعة الحال. تشترط البطاقة الأوروبية الزرقاء شرطين رئيسيين، لكن انتبهوا هدول الشرطين تعدلوا أو يعني في عليهم اختلافات كبيرة. الشرط الأول هو حمل شهادة عليا معترف فيها، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه إلى آخره. والشرط الثاني هو الحصول على عقد عمل بمبلغ يفوق 58400 يورو سنويا، 58400 يورو سنويا. طبعا هذا الراتب مطلوب إذا كنت حامل شهادة عليا من أي اختصاص وحصلت على عقد عمل بألمانيا، فهذا المبلغ بيسمح بالحصول على الإقامة الزرقاء مباشرة، واللي راح تكون مدتها سنتين، يمكن تمديدها لاحقا مثل ما قلنا يمكن الحصول على الإقامة الدائمة بعد 33 شهر فقط. لكن لو كنت تحمل مؤهل من المهن المطلوبة في ألمانيا فيمكن الموافقة على راتب أقل من ذلك، يعني مسموح براتب 44 ألف يورو تقريبا. والمهن المطلوبة بألمانيا هن المهن الطبية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات، وبعتقد بالنسبة لطبيب مو صعب أبدا أنه يحصل على عقد عمل ب 44 ألف يورو سنويا. أما علاقتها بقانون الهجرة الجديد، فمثل ما بنعرف تم تحديث قوانين الهجرة بألمانيا بموجب القانون الجديد اللي تم إقراره مؤخرا، ورح أقولكم إمتى وكيف رح يتنفذ، كنا تناولناه بفيديو سابق. ونفس الوقت في استمرار وتوسيع بعض الأنظمة القائمة لحمل الشهادات الجامعية مثل بطاقة العمل الزرقاء الأوروبية، وتم إدخال تحسينات جديدة لهالبطاقة وتعديلات تدريجية اعتبارا من نوفمبر 2023. التعديلات بتشمل الشرطين الرئيسيين اللي حكينا عنهم بالبداية، هو التراجع عن فرض وجود شهادة عليا وصار يتم قبول شهادات أدنى أو إثباتات خبرة بالمجالات المطلوبة، والتخفيض الثاني هو التخفيض الخاص بحدود الراتب لبطاقة العمل الزرقاء الأوروبية بالمجالات اللي بتحتاجها ألمانيا، واللي عم يتم حاليا وضع ما يشبه القائمة لتحديد المهن والمجالات اللي راح تستفيد من التخفيض ومقداره. وطبعا صار هالتعديل متاح من 18 الشهر الجاري، لكن ربما لم تتمكن لسه المكاتب والسفارات من تنفيذه، أو لن تتمكن من تنفيذه قبل بداية العام الجديد. هذا أيضا بالإضافة لتنفيذ بطاقة الفرص بالعام 2024، كنت حكيت عنها في فيديو سابق وأكيد رح نتناولها بالتفصيل عن تنفيذها. إذا التعديل الأول اللي تم تنفيذه من أيام يتيح الحصول على بطاقة العمل الزرقاء الأوروبية لفئات أوسع بما في ذلك المبتدئين بمجال العمل ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات، بغض النظر عن حصولهم على شهادة جامعية أو الاعتراف بشهادتهم المحلية طالما من اختصاص مطلوب وتمكنوا من الحصول على عقد عمل، وتم توسيع القائمة المهنية للاحتياجات الألمانية لبطاقة العمل الزرقاء الأوروبية لتشمل تقريبا كل الأعمال.
وتخفيض حدود الراتب تأكد مبدئيا لبعض المجالات، منها على الأكيد 100% مجال تكنولوجيا المعلومات. يعني إذا كان هذا مجالك وحصلت على عقد عمل فأنت معفى من شرط الراتب الكبير. القانون بيسمح بالحصول على هالبطاقة حتى للإقامة القصيرة، يعني لعقود العمل ابتداء من سنة واحدة، وأكيد للإقامة الطويلة المؤهلة للإقامة الدائمة بحال الحصول على عقد عمل طويل أو عقد عمل مفتوح. البطاقة الزرقاء بتقدم تسهيلات للهجرة العائلية أو للم الشمل، يعني لاستقدام الزوجة والأولاد، وهالشي ورد بنص خاص عند إقراره، وهو مكفول بالقوانين الأوروبية جميعها بدون استثناء وبدون أي شروط سوى شرط الحصول على سكن. وأيضا هذا الشرط أيضا تم تسهيله لاحقا، لأن بطبيعة الحال يعتبر مبلغ عقد العمل ضامن للإنفاق على الأسرة، فأنت بس بحاجة للحصول على سكن. لكن هذا الشرط أيضا حنحكي كيف تم تخفيضه. القانون يعدل أيضا قوانين الإقامة للعمال المهرح، يعني بيمنح الإقامة عن توفر جميع الشروط وبيلغي القيود على العمل المرتبط بالمؤهلات، وبيسهل أيضا التوظيف، انتبهوا، لسائقي الشاحنات من الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وهذا السؤال سألته كثير على التعديل الجديد على القانون الجديد، اعتبارا من 18 شهر سائق الشاحنة اللي بيحمل مؤهل مهني مناسب وخبرة كافية هو مجال عمل مطلوب يتم التغاضي فيه عن الشروط اللي حكيناها، وأهمها شرط الراتب، يعني يقبل براتب أقل من الحد الأدنى المطلوب لبطاقة العمل الأوروبية الزرقاء. لكن عند صدور القائمة الكاملة لكل الأعمال اللي تعتبر مطلوبة رح أعرضها عليكم بفيديو أو حطها كوثيقة على المنتدى بعد ما ترجمها طبعا. واعتبارا هذا الحكي صار هلأ اعتبارا من 18 نوفمبر، لكن اعتبارا من مارس 2024 رح يتم تغيير مدة الإقامة الأولى لفترة التأهيل للعمل اللي كانت سابقا 18 شهر، الآن بالمرة الأولى رح يحصل على إقامة 24 شهر بيتم تمديدها لمدة 12 شهر إضافية، بحيث يمكن للمقيم البقاء لمدة تصل لثلاث سنوات، مما يمنح أرباب العمل مزيد من المرونة. وأيضا بيتم زيادة العمل المساعد خلال فترة التأهيل من 10 إلى 20 ساعة بالأسبوع. أيضا هالشي بيتيح للمتدربين الاندماج بسهولة أكبر بسوق العمل. تهدف إجراءات التأهيل بألمانيا إلى تحقيق المعادلة الكاملة للمؤهلات المهنية الأجنبية. القانون الجديد لهجرة العمال المهرة رح يمشي بمسارين جديدين للوصول لذلك. أولا الدخول والعمل ضمن ما يسمى شراكة الاعتراف، يعني يمكن من خلالها الحصول على تصريح إقامة لممارسة عمل ذو تأهيل مع إمكانية إجراء عملية الاعتراف بعد الدخول. يعني لن يعود اعتبارا من شهر مارس القادم الاعتراف بالشهادة شرط من شروط الحصول على فيزا العمل أو البحث عن عمل أو حتى الإقامة، أي لا يتطلب هذا الخيار بداية عملية اعتراف أو وجود قرار بالمعادلة الجزئية قبل الدخول لألمانيا، وإنما منح التأشيرة بيرتبط بتعهد المتدرب المستقبلي وجهة العمل، المتدرب وجهة العمل تعهد بتقديم طلب للاعتراف بعد دخول ألمانيا، وطبعا متابعة الموضوع بهمة ونشاط، يعني مو أنه ينام على السيرة بعد ما يصل. إذن مجرد تعهد للحصول على الفيزا رح يصير بدل الاعتراف المسبق بالشهادة أو المؤهل المهني اللي كانت مطلوبة من قبل. والشروط الأساسية لقبول التعهد بتشمل بالإضافة لعقد العمل وجود مؤهل مهني يتطلب تدريبا لمدة عامين على الأقل أو حاصل على شهادة جامعية. إذن إما معك شهادة جامعية أو معك مؤهل مهني مدته عامين حتى لو غير معترف عليه بألمانيا أو لم تباشر إجراءات الاعتراف عليه مسبقا. يجب أن يكون إذن كل منهما المؤهل المهني أو الشهادة الجامعية معترف عليه من قبل الدولة المؤهلة، بالإضافة لإتقان اللغة الألمانية لمستوى شو؟ آتسفاي فقط. اعتبارا من مارس آتسفاي فقط يتم منح إقامة العمل عادة لمدة عام ويمكن تمديدها مثل ما حكينا لثلاث سنوات. الثاني هو الدخول لإجراء تحليل التأهيل، يتم منح تصريح الإقامة للباحثين عن الاعتراف يلي يعتبرون القيام بتحليل تأهيل بألمانيا ضروري لتحديد مدى معادلة تأهيلهم الأجنبي. الشرط هو أنه يكون لديهم مهارات باللغة الألمانية على الأقل آتسفاي. أما العمال المهرة أو العمال المهرة، هناك لائحة خاصة بالخبرة المهنية العملية يتم توسيع توظيف الأشخاص ذوي الخبرة المهنية العملية القوية، وتنطبق اللائحة الجديدة هلأ على جميع المهن غير الخاضعة للتنظيم بجميع القطاعات. الشرط بالنسبة للأشخاص ذوي الخبرة المهنية العملية هو أن يكون لديهم مؤهل مهني أو جامعي معترف فيه من قبل بلد التدريب المعني. وفي حال التأهيل المهني يشترط أنه يكون هناك مدة تدريب لا تقل عن سنتين، وكبديل للمؤهلات المعترف فيها من قبل الدولة
فالحصول على مؤهل من غرفة التجارة الألمانية في الخارج يكفي بظل ظروف معينة، يعني رح يسمح لغرفة التجارة الألمانية بالخارج أنه تعطيهم الموافقة على هذا التأهيل. بالإضافة لهالشيء يشترط وجود خبرة لا تقل عن سنتين بالمهنة المرغوبة. إذن بالنتيجة أيضا الاعتراف الرسمي بالمؤهلات بألمانيا مسبقا غير مطلوب. أما بالنسبة للمحظوظين يلي حكيت عنهم بالبداية، هن متخصصي تكنولوجيا المعلومات، سيتم تخفيض الخبرة المهنية اللازمة ذات الصلة إلى عامين بدل 3 سنوات مثل ما كانت سابقا. ولا تزال الشهادة الجامعية أو المهنية غير مطلوبة، يعني فقط إثبات خبرة سنتين. وإضافة لذلك لم يعد من المطلوب إثبات المهارات اللغوية للحصول على التأشيرة. إذن إذا كنت من متخصصي تكنولوجيا المعلومات فاعتبارا من مارس 2024 يكفي إثبات خبرة سنتين بدون شهادة وبدون لغة ألمانية وبدون شرط الراتب الكبير لعقد العمل، يمكنك الحصول على البطاقة الزرقاء، وهي هي الفئة المحظوظة اللي تكون عليها بالبداية. أما بالنسبة للممرضين ومساعدي التمريض حسب ما هو مخطط، سيتم استكمال وصول طواقم التمريض لسوق العمل من خلال لائحة لمساعدي التمريض من دول خارج الاتحاد الأوروبي، سواء من اللي نعمل معها اتفاقيات مثل تونس والأردن أو غيرها مثل مصر والجزائر والمغرب. بمعنى يمكن لجميع الأشخاص من بلدان خارج أوروبا الحاصلين على تدريب تمريضي أقل من التدريب المتخصص المنظم لمدة 3 سنوات أن يتم توظيفهم بقطاع الصحة والرعاية. الشرط الأساسي هو أنه يتمكن هؤلاء الأشخاص من تقديم دليل إما على التدريب المهني الألماني المناسب بقطاع التمريض أو على مؤهل تمريض أجنبي معترف به بألمانيا. أما البحث عن عمل بعد التدريب بمهن الصحة والرعاية، يجب أن يتمكن الممرضون ومساعدو التمريض الذين أكملوا تدريبهم بألمانيا بالمستقبل من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة للبحث عن عمل. إذن فيزا البحث عن عمل لن تصبح حكرا على أصحاب الشهادات العليا فقط، بل حتى للفئات الأقل كفاءة يتم إصدار تصريح الإقامة لمدة تصل ل 12 شهرا ويمكن تمديده لمدة تصل ل 6 أشهر أخرى إذا كان مصدر رزقك لا يزال مضمونا، يعني لديك مبلغ كافي بالبنك أو كفالة ممكن يتاح لك البحث عن عمل وإكمال التأهيل المهني لمدة 1.5 سنة. تصريح التوطين للعمال المهرة من الخارج، العمال المهرة الأجانب اللي لديهم تصريح إقامة وفق للمادة 18 بأقسامها كلياتها من قانون الإقامة وما أكملوا أي تدريب مهني محلي وما درسوا بألمانيا سوف يحصلون عليه بعد 3 سنوات فقط، كانت 4 سنوات سابقا يحصلوا على تصريح الإقامة بألمانيا. بالإضافة لذلك يمكن لحاملي البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي الحصول على تصريح تسوية بسرعة أكبر، يمكن إصداره بعد 27 شهر من العمل باستخدام البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي. أما إذا كان لديك معرفة كافية باللغة الألمانية مستوى B1 يعني هذا صار مستوى كتير عظيم بالنسبة لهم، فيمكن حتى أنه تكون 21 شهر. بالنسبة لخريجي الدورة الدراسية أو التدريب المهني بألمانيا، يظل الحكم الخاص الحالي بتصريح الإقامة ساريا بعد 2 فقط من الحصول على تصريح إقامة العمل كعامل ماهر، يعني حسب الأقسام 18 بأنواعها، ويمكن الحصول على تصريح تسوية. تسهيل لم شمل الأسرة ليصبحوا عمالا ماهرين. إذا انتقل الأزواج أو الأطفال القصار لألمانيا للعمل مع بعض العمال المهرة، يعني مع فيزا العمل أو إقامة العمل، فسيتم التنازل عن إثبات وجود مساحة معيشية كافية بالمستقبل. بالإضافة لهالشيء يمكن لهؤلاء العمال المهرة أيضا إحضار والديهم إذا كان الزوج مقيم أيضا بألمانيا ووالدي الزوج أو الزوجة يعني لزيارتهم إذا حصلوا على تصريح إقامتهم بعد 1 مارس 2024. أما بالنسبة لبقية التغييرات اللي بتخص القادمين للدراسة أو التأهيل المهني أو إنشاء أعمال وكمان الروابط الخاصة بالتسجيل والبحث عن عمل بألمانيا والبحث عن تدريب مهني، رح أجلها لفيديو قادم أكيد رح يكون قبل نهاية العام. ليش؟ مشان ما طول الفيديو عليكم أولا، ومشان نشوف كيف عم يتم تنفيذ التعديلات اللي بدأت ب 18 نوفمبر، أيضا مشان نكمل مع التعديلات النهائية لقانون إقامة العمل بمارس 2024، وكمان لخبركم من أي دول فيك تقدم عليها أونلاين وتحصل على الفيزا خلال 72 ساعة فقط. بتمنى تبقوا معنا نكمل الموضوع قبل نهاية السنة وتبدوا بالفعل تجهزوا أوراقكم للتقديم والاستفادة من التسهيلات الجديدة. دمتم بخير. اي نعم. 조선민주주의인민공화국 국가우주개발국 도도. اي نعم.